بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. صدق الله العلي العظيم. شعيرة الحج تتميز بطابعها الذي يمازج بين العبادة والتنسك والعمل الجماعي، ويمثل محطة عبادية واجتماعية وسياسية. فكانت منذ عهد أبينا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تجمع الموحدين وتعزز إيمانهم وتدفع جهودهم نحو التنمية والتغيير في مجتمعاتهم وأوساطهم. وجاء إمام الأمة الراحل الخميني العظيم قدس سره الشريف يلفت الناس إلى الأبعاد الكبيرة التي أراد الله في الحج الإبراهيمي المحمدي. فقال في إحدى كلماته: إن على المسلمين الذين يحملون رسالة الله تعالى أن يستفيدوا من المحتوى السياسي والاجتماعي للحج إضافة إلى محتواه العبادي، ولا يكتفوا بالمظهر الخارجي. جاء الحج ليربي الموحدين بهذه الشعيرة المهمة إحياء للتوحيد العملي والعبودية لله سبحانه وحده، والتخلص من كافة أشكال العبودية الأخرى والتي من مصادقها العبودية للشهوات وللنفس وللشيطان، بل ومن مصادقها العبودية للبشر والدول وقوى الشر والاستعمار التي تسيطر على مقدرات البشر في السياسة والاقتصاد والإعلام، وترهن حاضرهم ومستقبلهم وتدمر بلدانهم. وقد عملت القوى الاستعمارية التي رعت حكم آل سعود، وعمل الطغاة المتحكمون بالشعائر المقدسة للحج وبالتراث الإسلامي والديني في أرض الحجاز على أمرين خطيرين. الأول يتمثل في دفع الآثار الدينية والإسلامية عبر الهدم والجرف والسرقة بدل حمايتها كتراث عالمي بشري. والثاني يتمثل في إفراغ الحج من أي نشاط أو بعد سياسي أو علمي أو اجتماعي عبر وسائل القمع والتجهيل الديني والمعرفي للمسلمين. وإن الضمانة لإفشاء ذلك هو وجود حراك شعبي وميداني ومقاومة تفرض إيقاعها في الشارع والمشهد السياسي. وإن الأسباب مهيئة على مستوى الداخل والخارج للاستمرار في الثورة وتحقيق الأهداف الشعبية، وعامل الوقت يلعب في صالح شعبنا. كما ندعو الشركاء في القوى السياسية كافة، وندعو النخب المخلصة من الوجهاء والأكاديميين والمهنيين بأن يحذروا من حبائل النظام استدراجهم للتغرير بالناس للقبول باقتصاد سياسي، فإن ذلك تفريط بالأمانة وتعزيز للواقع السياسي الفاسد، ويعطي النظام فرصة أخرى لإلقاء شرعية مفقودة. تيار الوفاء الإسلامي وبالتحالف من أجل الجمهورية بلدة بقوى البحرين المحتلة.